بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والنحو عندي درهم ولي وضر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. والنحو عندي درهم ولي وضر، مثالك يوحي اللمذا ملتزم مثل اللازم يوي، فيه مثالك تقدم الخبر خبر كهرمركي أي اللازم، كذاك أي لمذيها إذا عاد هدي النقض عليه على ملابسه خبرك وحي ملابسين مضمر ضمير هدوء النقضة مما مبتدأ وكان نقضة يخبر اللغة ورمي به خبرك عنه مبتدأ اللغة ورمي مبينا حال وياه من عضين يمرجع عيسى كذاك أي لم إذا يستوجب مرك واجب سدوء التصدير هرمر وذلك كأين من علمته نصيرا ويانه وقدمه هرمري خبر المحصور كلا حسري خبر كيس هرمري قدمه هرمري أبدا وليا وذلك كما لنا نومسونا وي الا اتباع احمد احمد راعدي موي وحكى لنا نومسون اي يعني وحلي هي مصنف عليه رحمه الله وحو كسو جري مبتدا هي خبر كا سدا ان لو كلا هورمريو اصل اي وكلا ليهين يو اصل كا انو واجب يو غير الاصل انو واجب مبتدا ان لو هورمريا اصل خبر كان لا دنبيسيو تا اصل وي أصل كائنه واجبا دعي كرته سقال مسألة يا هيا وسوق هذاني هل كان وحكا هذا ليا غير الأصل إنه واجبه وخبر كإن الله هرمريا مبتدها ندب الله نقول إنه واجبته ويهي خبر كإن الله هرمريا مبتدها ندب بيسيو سيدانا أي واجبته أفر مسألة وي أفرت مسألة ووشيك مصنفك أفرت مسألة مسألة ظهوري وحاوية مبتديه أي وحو نقضي نكرة بلا مسوغة نكرا عن مسوق هيسني خبر كينا وظرف أما جار إيه مجرور مسوق نغون كرا أما وجملة جملة موسى شيء مصنف كه وحال لازم خبر كإن الله هرمريا سي مسوق النغضة ونحو عندي درهم عندي درهم درهم ومبتدأ وأنا نكرا بلا مسوقة خبر كأي وحو نغضة ظرف هذا ظرف كمسوق هو النقطة وإن لقى هرم ريو ظرف كنا مسوق ونقوم كرايا وتخصيص بها يستعي وهي هي ولي وطرنا والله ميت وأجار مجور خبرك ومسأله مسألة ذا اللبات مبتديه أي وحو وطا ضمير مبتديها وحلو إضافية ضمير ضمير كان وحو النقونية جزء خبرك كمذا خبرك أموض النقونية جزء خبرك كمذا النقوني وحال لازمة خبر كاسي إن لهور مريوسي ضمير كاسي سي لفظك وغهور ريال لو عليو وايو خبر كدي لدن بيسيو ضمير كي وحيقول نقنية لفظا ورطبة وحكا قدن بي إن لو عليو لفظا ورطبة ضمير وحكا قدن بي إن لو عليان لا يجوز إلا في سبع مسائل إلا في سبع مسائل ولي كان قواعد يا إذا كفكرين نظبي واجينا لقو جمعيني هيا ومرجع الضمير قد تأخر لفظا ورتبة وهذا حصر في باب النعمة وتنازع العمل ومضمر الشأن ورب والبدل ومبتدا مفسر بالخبر في باب فاعل بخلف فخبري وهي هي تضبط مسألة وحي أنا هين ضمير لفظا ورتبة وحكا قدم بيا إن لو عليا لا يجوز مبنانو هذا مبتدأ إلا دم بيسيو خبر كان الله هرمريو أي لازم أسي ضميرك أو قول نقضو شيء لفظك كغه الرئيو خلطوا هذا هكو دم بيه هدو دوني ومسألة هذا لبات مسألة سيد حال خبر كيبا سدر الكلام لي ومسألة دي هوري عكس جيدة خبر كيبا ما أنت سدر الكلام لي تي خبر كي الله هرمريو واجبة مسألة هذا أفراد أدن بيسا مبتديه أي وحو نقضي محصور محصور فيه بنو جذا متديها يا وح النقض ها ما متديه ها متديها محصور فيها خبر كنا محصور خبر كان محصور كإن الله هرمريو
مبتدأها محصور فيه كان لدن بيسيا واجبة. واعتراضه إنما في الدار زيد إنما في الدار قري وحا انقصه زيد نك زيدة وايهي او زيد ايا وحا الوحا سرين ايا قري وكسقنا نشيز أفرت مسألة وحا واجبة خبر كي إن الله مريم مبتدأها نوضن بيه والنحو عندي أكتا إذا أيو كسقنا هذا درهم هل درهم مبتدأها مركة أهور بر خبرك مركة أهور بري مبتدأها أضم بيه سلام مركة أنا أضم عنيني خبرك صهور مري وإن هذا ده خبر نمو مبتدأها أنا مبتدأ نمو وإن أضم عنيسا خبرك وإن خبر نمر ده معناه إذا وحوية خبرك محض الفائدة ليرة فإذا مشي دقي يسوي فإذا ذي وإن هذا ده وحكام قلنا ذات ذي أي نقطة ذات ذا مبتدأها يا نغني يا أوكلي مركة مبتدأها ذات ذا أما معنى بتكون دونا هم نقضي معنيه سأوكلي أيو تسيني وحكا لما تسيني خبر كسوحو تسيني خبر كمعنيه سي إيو فإذا ذا إنو أساقا أي دعيسو أيو تسيني سيدا ذا وانا ترى ذا عندي أكتا إذا أيو كسبنا ذي استقرر ذي بعد معنيه هايس يكائن إيو معها هو إيه وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائني كائني استقرر ذي وانا معنيه سا وأنا ترى عندي أكتر إذا أيو كسرنا هذه درهم 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 ما يعيس كلمة شيء هديس يا ترى عندي أكتر إذا درهم درهم أي كسرنا عندي بعد مبتدأ كديكت مركا درهم خبرات كديكت صح من نغنيس عندي أكتر إذا أيو كسرنا هذه درهم هل درهم ولي أنا جا أيو إيسرنا هذه وطارن دن يتوج حاجة ليه ولي أنا جا أيو إيسرنا هذه وطارن toga toga ma taqaan af Soomaaliga way toga haaja taqaan haaja arabi way heert in waxay ahay af Soomaali waxa uu galay diin soo baro markaa kadib seeliyeela wayahay wanaahu indii dirham wali wada lafdiga iyo wixii lamid ee multazamun mid loo laazimay weeye fihi lafdigaasi taqaddumul khabari khabarka hormarkiisa ayaa loo laazimay kada ka horeba xaal uu lamid yahay إذا وقت كذا كا أيو لمدي هيدا إذا عاد دمرك أقول نقضه عليه خبرك عليه مبتدأ ها خبرك صح هذا ما خبرك لما أنت أمر نقونا ضميرك خبرك قيب كميدو أقول نقوني سيدا درت مضاف وإن قدرتاي وآطر هذا كذا كا أيو لمدي هيدا إذا عاد هدي أقول نقضه عليه على ملابس الخبر خبر كميد له سيهن مدى يسكون حجران هدو النقض مضمر ضمير مما به عنه مبين يخبر ضمائر تمراجع دو ذا يا تشتت كجرا برك وانا سفي عن وفرسته مما ذا اسم موصول وحو كدعيا مبتدا ومبتدا لو جيدا وايه يخبر جمله ذا يا لو سليني يخبر النائب الفاعل كده به وي انا سهر مري ونائب الفاعل كي يفاعل كي وحبها يكون كلا بدلين هنا وحكم إذا فاعل ويلقي مهر برعه عند الجمهور أما نائب الفاعل جار مجور هدويه وهر مريكر مركب به ونائب الفاعل به ذا سنة وحقول نغنية خبرك عنه ضميرك كجران مبتدوه النغني سنة مركب معنى يسوح نغنية كذا كا أيو لمده إذا عاد مركو النقض عليه على ملابس الخبر خبر كمد إسلاهان مركو النقض مضمر ضمير مما مبتدأنا وكان نقضه يخبر اللجوء الرميو به خبر كاللجوء الرميو أنه مبتدأها اللجوء الرميو مبينا حاله يا خبر كمد عضينا يو ضميرك يعني وعضينا يا ومرجع عيسى باللوجي ذا لا ضميرك مرجع عيسى عضينا يا معناها اللوجي ذي كذا كأيو لم يده إذا يستوجب خبر كهدي واجب سدو التصدير هربر هدي واجب سدو وذلك كأين حجاب وقصقنا هذي من قفت قفك علمت أن علمت أنك أجاده هم من كان نصيرا هي لنا ينو يهي أين خبر لماذي وأين ثريده أو استقر يا مستقر ذي وكنت علقي أين حجاب وقصقنا هذي وي أين أوي ما هلفتك معنيس أين أوي هدي أتكون معنا يسوع؟ ده ظرف نما معنين هيجد. ظرف وينو النقطة؟ سلمار كان تعلق يسنا أذرع عيسى. أين حجابه كسر جين هيوي؟ من قفكي علمت أتكون أجاتهم منك
نصيرا مد هيلنا يئن ويهي أين الله حديثك هالفضي عمر كان معنيني أين حجيب وكسجن يهوي الله قال وسؤاش الرسول كجبر ويدني عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وحي أهيد إله ماشي أجره أرنجس ويدني أين حجيب وكسجن يهوي الله في السماء ويتحق سر وكسجن يهوي يدو عربية قحة يهيد ألفية إنا أخرجت وايهم بحنين وايهي كأين أوي كأين حجيب كسوجي هاي دمن قفك علمت علمت وأنكو أجد أما علمت وأتكو أجد نصيرا من هي اللي إنه جاي وخبر المحصور وقدمه هرمري خبر المحصور كل حسرية خبر كيس هرمري خبر المحصور خبر المبتدئ ويا المحصور فيه لحديث الوح سرومي هرمري أو أما خبر مبتدأها محصور فيه ويا مركها أسأل لحديث الوح سرومي هذا بحصارة معدمة هو لازم هذا لازم يهي اسم المفعول هذا الله بنا إيوه جارة مجورك إيوه كنت عدين إيه نائب الفاعل كان نقولها إلا الرعية لازم نقول هيد المحصول فيه إلا يرى هذا هذا ما فيه ذن فيه ذي بقى لحد في حرف الجرك هاي هذه بقى صهدي هذه بقى ضمير مستطر ومتصل إيه النقطي من باب من باب الحذف والإيصال وحيرة هذا وي من باب الحذف وفي ذي بقى لحد في والإيصال وحالة للحريرية النائب الفاعل يا لوغا ديغو اسم المفعول يا لا حريري كاين كذا اذا يستوجب كاين وخبر المحصور له وقدمه مرمري خبر المحصور محصور فيه تحديثك كل وحس خبر المبتدا مبتدا خبرك مبتديه المحصور فيه تحديث الوحس روميه خبرك هرمري ابدا ولغا وذلك كما لنا نوما سغنا إلا اتباع أحمد أحمد راعدي موية وحكال النوم السكنة أدواتك وحل وحصريه وفربانيها أفرأي ومهم سن نفي إلا إنما تقدم وحل ليلة هذا معرفة طرفين جملة إن لقد يوضمير فصل ويلبا نحد اللي وقليه وحيواها سوحل وحصريه وأدوات الحصر إلا إنما قصر وتقديم كما تقدم مرامي محوها جوهر مكنونك كما لنا نوما سغنا وي الا اتباع احمد احمد راعدي مو النبي احمد راعدي مو يي واخ كلا نوما سغنا اشار مصنف كو وحكو اشاره وله كذا اذا عاد عليه مضمر من بابه عنه مبينا يخبر لو ابو شباب بيتك الجليه بوشي وحا وي كذا اذا عاد عليه عليه الضمير كاس او علينيو خبرك خبرك دو ضمير كو نوقدو هذا ضمير خبرك بن نكون اي جزء خبرك ميدو نوقوني على ملابسي إنه يري هذا أهيد تذكره مما به عنهم مبين يخبرنا ضمائر تياك تشتت كجرة ركب حولي يخدري وحق فعلا هدوله لها كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدى وما به التسدر معناها نقول لها كذا كأي لمده إذا عاد هدول نغضه عليه على ملابسي الخبر مضمر ضمير من مبتدى المبتدن وكان نغضه كاس وغيب تهوري وما له تسدرون بيتك ضموي وحي سدارة لله المرية واجبة أشار مصنفك وحكو إشارة في هذه الأبيات أبياتني وحكو إشارة إلى القسم الثالث قيبك سدحات وهو قيبك وجوب تقديم الخبر خبرك هربرين واجبي دي ويانا وفذكر وحو شاقي أنه خبرك يجب وحا واجبي أنه تقديمك يجب وحا واجبي في يجب واجبي تقديمك في أربعة مواضع أفر ميل أي واجب الأول كان هوري أن يكون المبتدا ومبتديه وإنه يهي نكرة نكرة وليس أوصل هي لها نكرة أصغنا لمسوق مسوق إلا تقدم الخبر خبر كهرمرك موية مسوق كلمة هيسته والخبر ظرف أو جار ومجرور وي نحو عندك رجل وفي الدار امرأة فيجب واجبي تقديم الخبر خبرك إن له هرمري هنا هلكني فلا تقول له ميسد رجل عندك ولا امرأة في الدار المدهسد وينعتب ويكان ياي ولا امرأة في الدار مبنان واجمع النحات والنحات وحكو كل من يو العرب عرب على منع ذلك أرنكا إنو منعون يهي وإلى هذا كا أي أشار بقوله كو إشارة ونحو عندي درهم ولي وضر البيت اقرأ البيت بيتك أغري فإن كان هديئ يهي للنكرة النكرة بذو أسوك هذا مسوق المسوق كلي لذه جاز وبنيه على مراني تقديم يتأخير لبضه وبنيه نحو رجل ظريف رجل كأو ظريف عقلي له أي عندي أكتي ذا كسوغن وعندي أكتئذ وحقوسه الرجل ضريف الله وضع بنان أثاري كلا بعض
أن يشتمل وإنه وطى المبتدأ ومبتديه وإنه وطى على ضميره ضميرك أو يعود النقرية على شيء شيء وفي الخبر خبرك كسوة النقرية وابن عقيل كهذا جمرك يسيده على شيء في الخبر شيء خبر كسوة كسوة أيو النقرية نحو في الدار قرية نحذي أيو كسوة هذا صاحبها دار ثنيك إسكالها صاحب هذا حاجة النقرية دارت النقرية هالدار ترى خبر ماهن الدارت إيو حرف الجر كوضع سعداء خبرها جار مجرك خبرها الدارت كري خبر ماهن ضمير كنا أمر نغنى يا حرف الجر كي يدارته وذا صعده أمر نغنى يدارته كليه نغنى في الدار دارت النحل لا يقصق على صاحبها دارت إنك إسكالها فصاحبها هذا مبتدا ويوضمير ضمير كي المتصل لحرير به مبتداها لحريرانا رجعوا نغنى إلى الدار دارته نغنى وهو دار كان جزء جزء من الخبر خبرك جزء كيه فلا يجوز مبنانا تأخير الخبر خبرك بديجي نحو صاحبها في الدار صاحبها في الدار إلا يرى هذا مبنانا لا يعود الضمير والضمير يوصل النغن على متأخر شيء بلع لفظا من جهة اللفظ إيه ورتبة من جهة الدرجة وهذا كاسي مراد المصنف مصنفك أجدادي سوي بقوله أجدادي كذا إذا عاد عليه مضمر البيت إغرأ البيت بيت كأغري أي كذا يجب كذا كهر بحال ولم يديه يجب وحا واجب تقديم الخبر خبر كهر ملك إذا عاد هدي النغض عليه خبر كمضمر ضمير مما مبتدر كان وضع يخبر اللي قوى رمي به خبرك اللي قوى رمي عنه مبتدها اللي قوى رمي وهو المبتدوي فكأنه وابا سوى قال المصنف كي يجب تقديم الخبر خبرك هر ملكي سا واجب إذا عاد هدو نغض عليه ضمير ضمير هدو نغض من المبتدئين وكان نغض وهذه عبارة دينا عبارة من عصور وي من عصور عبارة دي سوي في بعض كتبه وكو عباري وليس بصحيح وليس بصحيح عليه ذو الربارين وبشيه وعلى ملابسي إنه يره دا يهيد كوضا وليس مرأها وركاسي بصحيحة وصحيحة معها وليس عبارة سير معها بصحيحة معها لأن الضمير الضمير في قولك كسوا في الدار صاحبها إنما هو الضمير كعيد وحو النغضي على جزء جزء من الخبر كمده لا على الخبر خبر كورنان وموسى وذا نغضي فينبغي وحا وناكسان أن تقدر إنا قدرت مضافا مضاف إنا قدرت مضاف ومحذوفا لحذفي في قول المصنف مصنف قولك لحدي سنعتك قدرته محو نغنية في قول المصنف أجر عاد عليه أتقدير النغنية كذا إذا عاد على ملابسه خبرك ملابسين أيه ليرا هذا ثم حذف وقال حذفي هذا ما قافك اللي حذف روائنه شايوه على ملابسه سمع ملابسك اللي حذفي ضميرك على هذا اسكو حيا مركا ساسك وضع ثم حذف المضاف مضافك أيه اللي حذفي الذي مضافك هو أسك وملابسها وقيم المضاف إليه مضاف إليه أي لجوجي وهو الهاء وهي مقامهم مشيسة فصار اللفظ لفظي وحن وضي كذا إذا عاد عليه ومثل قولك في الدار صاحبها وحل بذا قولهم هذا الكود أي راهدين على التمرة مثلها زبدا على التمرة تمرت دش هذا أي كسو جيه مثلها تمرت وحلئك زبدا أو من جهتي برعضة برعض من اللي يقنرت ولا يقنر سمعها إيرت بركة الله لولو سوى قال قصوب أنت على طلا علينا وحلي يرى هذا برعان صبها زبد وحلي يرى زبد هيك كتاب قلنا من الرسلان زبد وكم جعاب برعان وكم يه سبيت معه بالزبد ما يهد الحمد لله إله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم الصلاة وك يا كروقات ها سمعت بالزبد نوكاد سمعت بالزبد نظمتها عشر ألف بما قصدتها حصصها صماهن أبياتها ألف بما قصدتها قرأي قدم بيس وهي هي على تمرتي تمرت الدش هذا أيوة هذا مثلها تمرت إلا زبد زبدا أو من جهة برعضة وقوله شاعرك هذا الكي أيا لمدة أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من عين حبيبها أهابك وان كهيبي سني يعني هيبة وحوية روحة إنا تعظيمين يسود وينين يسود شرف يسود وكو شرف يوي إجلالا وينين درت هذا وما بك أذيك ومسكنا قدرة أود علي الدشي هذا ولكن من عين المجيدة أيها هذا حبيبها إشا كان أي جعشاي يعني وعلي هاي إسلام يقول هذا لي إسلامي هاي إجا محوق بدنيد إما أنا ما مشيد
إن أنكو إكرامي أنكو احترامي مركز تعظيمي أنكو تعظيمي أنكليه وأكو جعله مرك مرة هذا أنكو جعله هنا واسكك احترامي هذا هو إذا بدرس ما ينيو وحان يالي قفك قفك أجعلي هاي إشي سأي يبوحيني وقفك سيدي سوا سكست أجع هدو حني هاي هدو فول حني هاي هدو وناكسين هاي قف كان هداد بجعش هاي وحو وناكسين أبوكلي هاي وعلى وحو سميه وناك بعضو أركي ساسو تشيدا وكا كما أن عينا سقط تبدي المساوية بيت بجري إيه دبديل توكا هذا بيت نوع ساجري أهبك وانك هاي بيسني إجلالا وينين أنك وينين يو وما بك أذيك كوسقنا قبر يهين قدرة أود علي دو شيء أود كبليد ولكن ملء عين المجي ذا أيو هذا حبيبها إيش كان يجعش هاي حبيبها هذا حبيبه مبتدا هذا الضمير كاس حاجة والنغنية عين أيو النغني عين تنا خبر كغيب كمدوي ويا خبر كلو إضافيه ويا فحبيبها مبتدا ومؤخر وملء ذين وملء عين خبر مقدم وي ولا يجوز مبنانا تغييره دبلي قديس لأن الضمير الضمير كالمتصل لحرير بالمبتدي وهو هذا ويانا عائد ونقن على عين وهو عين كان متصل مثل حرير وي بالخبر أي لا حرير فلو قال فلو قلت هذه أضيه الهي حبيبها ملء عين عاد الضمير وضمير كوحون نقول لها على متأخر شيء دبلي لفظة ورتبة وقد جرى الخلاف هل كوحصوضة مبتدها ضمير كوته مبتدها ضمير كلو إضافي ضمير كان جزء خبر كم إذا النغنيه نحويين ودن مجمع بيكويه متفق ويا خبر كإلا هرمري إن واجبيه لما تبديك كرو ضمير كشيء لفظك ورطبة كقدم بيلو معلن كرو لازم وإنه خبر كهربرو أملو عين الحبيب هاي ناتر هذا لازم وي وياه تاوان قرني باب الفاعل مركل التقو مصنفك وحكيني دونا وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره شجر يعني فاعل كإن ضمير له إضافي مفعول كان اللو علينيو حد ما مفعول كهدي اللو علينيو وحا مختلف أي نحويين كويهين ضمير كاس فاعل كاللو إضافي مفعول كان أنقونيو مفعول كإن الله مريو واجب مياه شيء ضمير كشيء لفظك كجهر يلو عليه واللو يرى هذا الضربة ضربة زيدا غلامه ضربة زيدا غلامه اللي يرى هذا مواجبه س مفعولك ولا دبيسين كرايا والضمير كشيء لفظ ورطبة كقدر بيا اللو علين كرا والضربة غلامه زيدا ولا ده كرا جزاء بنوه أبل قيلاني عن كبر واحد سكيني دونا ابن عقيل كأشعار فرب ضن النوع عاصة ومسألة اللي سكو خلاف سيني ما هو كل بدنيه مدول بالضمير كا لفظ ورطبة واحد قدم بيقول نقرا ياي حتى أبيات اللي جو جمعنا ياي ضمير كا شيء لفظ ورطبة تنك قدم بيلو عينينا ياي وباب فاعل بخلف فصبوا وكيلها باب الفاعل خلاف كوجرايو ضمير كا فاعل كا لو إذا في مفعول كان لو عينينا ياي مفعول كانوا ضمبيني كرو ومسألة خلافية ما هو كل بدليين السياق الجواب ما هو كل بدليين باب المبتدا والخبر مبتدا هي خبر كا إيش عامل معها الله بع عامل أكو خل عمل فلي مبتدا ابتدى أكو عمل فلي خبر كنا مبتدا أكو عمل فلي لكن شغل إيش كمالين أما باب الفاعل والمفعول فاعل كي مفعول كله بذا بق فعل بق وضع عمل فلي هل عامل أكو وضع عمل فلي فعل ولازم معه مره دول الله هل عامل أكو وضع عمل فليه وحقا وإسكول لقيه قولا لب ماله خلافك تاساكي انت هسو صورة وحسيوين ما وقد جرى وحا سعودي الخلاف وخلاف أي سعودي في جوازي ضرب غلامه زيدا لفظك أي وحي اللامده ليسكو خلافي مع أن الضمير الضمير فيه مثال كحال وكل حسويه عائد وحو النقون على متأخر نظم بي لفظا من جهة اللفظ إيو ورتبة من جهة الدرجة ولم يجري مؤسن سعونين خلاف خلاف مسعونين فيما أعلم إنت أنا نقو أغهي في منع صاحبها في الدار صاحبها في الدار من عنت هذا يديد هذا خلاف مؤسن سعونين واي هاي صاحبها في الدار فما الفرق فرق يمحوي هاي بينهما لبضع مثال أدحية
وهو فرق ظاهر ويان فليتأمل الله في رصده والفرق هو بينهما لبضع حال ونحي فرقها أن ما شيء عاد ونقضي عليه دوشي الضمير والضمير ونقضي وما كي اتصل ونحي رسده به الضمير به ما الضمير والضمير ونحي رسده اشتركا ويوذاقين في العامل عامل كي وذاقين في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها يا خلاف سن فإن العامل عامل فيما شيء كعمل فلي اتصل ولحد يسدي به ما الضمير ولحد يسدي يوما كي عاد ونقض عليه كل شيء الضمير والضمير ونقض عامل كعمل فلي مختلف من استخلاف سنوي الثالث مسألة السد هذه مبتدها إن دبلوغ أي واجبي أن يكون الخبر وخبر كي وإنه يهي له خبر كمد أصغنا يستدر الكلام كلام بلوغي وهو المراد بقوله هذا الكيس كان له لجيد ويك كذا إذا يستوجب تصديره نحو أين زيد وي فأين ذي فزيد أنت مبتدأ وي مؤخر لدبديه وأين ذينا خبر مقدم وي ولا يؤخر لدبديه مايو أو فلا فلا تقول لهم ميسد زيد أين وحبنان معها لأن الاستفهام له استفهام وحاصل هذا الصدر الكلام كلام باللوج سليه وكذلك كاهر بحال ألمد يهي أين لفظك أين من علمته نصيرا وكذلك كاهر حال مده أين من علمته نصيرا أو فأين خبر وي مقدم ومن تين مبتدأ مؤخر وي وعلمته نصير أن صلة من صلة ذي وي أضابع كان أفراد أن يكون المبتدأ وين يهي محصورا مبتدأ محصور فيه إنو لهاي هاد محصورا فيه وين يهي نحو إنما في الدار قريقا وحا انكسوغا زيد زيد أمبا قريقا وكسوغا وما في الدار دار تكبسوغنا إلا زيد زيد ما يعدك لك بسوغنا ومثله وحا لمدا ما لنا الله بسوغنا إلا اتباع أحمد نبي أحمد راعدي موي أنه وحك لملهن عليه الصلاة والسلام وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وحذف ما شيء حذف كي يعلم لأجي هي جائز لا أجانا يجائز مد برناوي كما تقول سيد أظله ويزيد بعد من عندكما قداش هذا سيد زيد أظله وفي جواب وقل وحاتر هذا دنف في جواب كيف زيد كيف زيد جواب تيد دنف كله فزيد لفظه زيد أستغنية ولقى مرمي عنه زيد إذ علا عرف ولا يقناي هل كان نوحو كاضليا مبتداها يا خبر كحذف كودا بالكور مبتداها يا خبر كحذف كودا حوق أو سماء لباقي حذف جائز يا حذف واجب حذف كواجب كي أسقع صوتها إنك استوى خبر ككلي وكهذا اللي ربو مبتداها حذف كيس واجب كي أتدبر مسألة ويعني وسشيء قدوني وشيء قدونا إن شاء الله تعالى واجهي خبرك حذف كيسي واجب كها وصوضة هل كان وحكا هذا ليا حذف كي جائز كها حذف كي جائز كها يوك هذا مبتداها يا خبرك متكستو الدليل له حلو ولا حذف كره واجهي متكستو الدليل له حلو دليل كم حطو السينية وإنو سدح شي تصيا دليلكو حذف إنو جيرو موضع وحو كحد فيه هاي وحا لحد في اللفتيس عين تيسة سد حضاء الرمو الدليل تصياح الدين له له والحد في كرا سيادنا مبتدها إيا خبرك إن لشيغو إيا إن لحد في متكاء الصلاة إن لشيغا الصلاة جملة دو سيادنا أجزاد إذا إن لوضا شيغا الصلاة وهي هاي شيغ دا إن لغل لحدو لحد في وحي أباهناني محذوف كرا إن لقرانا يومين لحد في الشيء دي لشيء لها وحك الرجعه حذفك وح رجعه وإن لهرا يعني دليل كاستبع هذا هاي سيدي حذفك وح رجعه هدان لهينين لما حذفك رو دليلك وإن شيء محذوفك أنا وإن وطسيا شيء لحد فيه مركا وطسينا يو شيء لحد فيه عين تسو طسيني حذف إنه جرو وتصني موضع وكحد فيه هنا وتصني دليلك كو شيء جدي لشيء لها نا وح وح رجع وح حذف كرجحيو حذف وح رجحيو والشيء جدا كرجحيو وإلا هلا جوهر مكنون كحذف كمبتدها مبتدوه كهذا اللي يسوع حذف كيس الصقال الرماد والرجحيو تري وحذيفه للأصلي وحذيفه
واحذفوا للعلم والاحتياط مستمعي واحذفوا للعلم والاختبار مستمعي وصحة الإنكار نظم وضيق فرصة إجلالي وعكسه ونظم استعمالي كحبذا طريقة الصوفية مو قشرين تهدي إلى المرتبة العلية. يعني إلى سجال الريموت يا إن لشيو لقى حقوق بدنانا يا إن لحد فينا حقوق بدناني هالضباء وحيابها مرجحة حذف كالرجحة يو كان الرجحة يو الشيء تانك وإن الله يو محذوف كان الدليل وإن الله يو دليل كان سدح ذا الريموت وإنه تصيا أرنكا ماشا دقو وحجر شن مبتدأ أصيا يا خبر كي مدنا أن لحد في كني دليل كاستها الله يو شن جير أيان مبتدأ يا خبر كي مدنا بأن لحد في كني إن لا شيء أي لازم تاي شن تاجر مرة أخرى مبتدئ هي أي وحو النقضي ماضي تعجبية ظاهد ماذا التعجبية ذا سيد الراجح جملة ذا كذب بيساء خبره خلاص كلاو إعراب ماشي ذا أركض دوناي إعراب كاس راجح مركا أن مرنو ماذا تعجبية ذا اللي ما حد فكره جملة ذا خبر كذا اللي ما حد فكره وكو موضع اللبات مبتدئ هي وحو النقضي ضمير الشأني مبتدئ يا وحو النقضي ضمير الشأني خبر كيسان لما حد فكره مبتدأها ضمير شأني قال لما حد فكره خبر كيسان لما حد فكره مسألة الله بعضوها مسألة سدحت مبتدئها يا وحوة لام الابتداء لزيد قائم وعي مبتدأها لما حد فكره خبر كيسان لما حد فكره مسألة ذا أفراد مبتدئها يا وحو من نقضي مخصوص النعمة وبئسة مخصوص النعمة وبئسة الله بإعرابها كبرنان مخصوص كان مبتدا ان لغا دغو جمله النعمه هي بيسه الرئيسنا خبر لغا دغو اعرابكاس marka la maro اعرابكاس او مخصوص كان انت مبتدا لغا دغو ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا وصودا ما مخصوص كان marka مبتدا لغا دغو جمله كا هريسه النعمه هي بيسنا خبر لغا دغو مبتدا انا لما حد فكره خبر كسان لما حد فكره لكن اعرابك كان هذه لا مره خبر بو بنقوني يعني مخصوص كيا خبر نقوني مبتدئ سنة واجب الحذف بو بنقون دورة مسألة أفراد وين مسألة ذا الشناد قدام بيسة مبتدئها يا خبر كمحصور يا محصور فيه هذا يصير نقضان مبتدئها خبر كي يا وح يصير نقضان محصور يا محصور فيه لا بحد فكر أيقونة شن تاجر دليل كسته الله يو مبتدئها يا خبر ك لا بضبة إلا الشيء لازمة شن تاوحي أنا هين مبتدئها يا خبر كهدي دليلنا الله له حذف كوحر الجحانة اللي حيرو حذف كذوة برناية بل لبضب إلا حذفها برنان مبتدي لبضب إلا إسراعي وبرنان طي نبا وحكو يرى أزيد قائم أزيد ومبتدى قائم وخبر صمها نعم ده نعم محا حذف زيد قائم حذف نعم إلا وحرف جوابني وكوكا وحذف ما شيء حذف كي يعلم اللي هي دليل الله يؤجيده جائز حذف كوا برناية وهدي مرجح لهرو كما تقول كقولك هذا الكاو كلوي زيد أذكو هذا شيء بعد من أحد كيبا عندكما أكتين كسوة وحنا هالبابي سد حجر مبتدها حذف كيسة فربضين غالبة مبتدها الله مشي وسد حجر ولا شيء كره لكن حذف كيسة وغالب وبدن يحي سد حجر سد حجر مرة وحوية قول هدو مبتدها الضبرع قول قال يقول يا الله شيء كذب مبتدها الضبرع يا مبتدها إلا حد فربضن وكو مرض اللبات سيدا لو كلاها دو جواب نغضه ومبتديه ايا وحو جواب مبتديه خبرك ايا وحا جواب ايهي سؤال هوري سؤال وجواب ايهي من عندك بابا الويرة خبرك ايا الحذفي اما مبتديه بيا الحذفي عندك كان لقوة ايدي مويه كان كلا الحذفي يعني هدي مبتديه لقوة ايدي انا خبرك ايا الحذفي خبرك هدي لقوة ايدي انا مبتديه الحذفي ومرض اللبات مرة سيد حذف فاول جزها دو دبر نوع مبتدها اذا تشرط بعد ضعي فعل شرط يسي بوقاتي جواب الشرط هي جملة اسمية النقضي فأبا له هرمري فاذا مبتدها دبر نعي ان لحد فاب بضن غالب واي لازم سد حذاجير مبتدها ان لحد فاب بضن
وحذف ما شيء حذف كي يعلم اللوغان يجائز مد بنان وي كما تقول كقولك هذا الكاوك لوي زيد أتكو هذا شيء بعد من أحد كيبا عندكما أكدين كسوغان هذا عندنا معها وحل ويدين يروح وحل ويدين يا عندنا الروح كسوغان أكتر الروح كسوغان مبتداها وي وحل ويدين هاي مركا متديه بات شيء اللي هو ويدي خبر كبير حذفتي زيد زيد عندي ما يكذبان تاي وفي جوابي كيف زيد هذا أنا خبر كان اللي هو ويدين إياه مركا متديه بات حذفي وقول وحاطر هذا الدنيف سكراد واي وهذا مرة معني كان في جوابي كيف زيد كيف السداب يهي زيد إنك زيدة زيد تاي هي هذا اللي هو ويديه دنيف صحيح إنه يرى هذا كفر عناتي وتفاول هذا قوي دنيفو وسكرادية روحة عشقي وحلا ما مرض عشقي وحلا مدة وسكرادية نفط أي هاي سالي هذا دنيف دنيفو مد من أيوي فزيد اللفظي زيدة دنيفو المركع عضلات هي مبتديه واحد في زيد بوهان لها فزيد زيد أستغنية ولا جمار بعنه زيد كه إذ علا عرفه ولا يقانه إن الله شيقونا دوين لجمالها يحذف ولا حذف كل مثل أركوه من المبتدأ والخبر كم إذا دل مرك أوتسي عليه دشي دليل دليل مرك أوتسي دليل كوائن أوتسي حذف إنه جرى ماشي وكحذف فيها واحد حذف واحد ويهي سد حلا عرمو الدليل كوائن أوتسي وحد الراعيني حذف كواحد رجح وائن لهلا والشيء جدا كرجحه وكا عليه دليل جوازا جواز ما له حذف او وجوب واجب ما له حذف فذكر وحو شيغ في هذين البيتين الحذف حذف اي شيغ جوازا جواز ما له حذف الحذف اي شيغ حذف جوازا لاجل جواز جواز ذكر له حذفيه فمثال حذف الخبر خبرك حذف كمثال كان يقال وان لا يرهدا من عندكما لبدينا ويا اكتينا كسغان فتقول واحد له زيد التقدير زيد عندنا ومثله وحال لمده في رأي هدي أن قبرنو خرجت فإذا السبع بهلك حاضر خبرك بأحد في مركها التقدير وحوية فإذا السبع حاضر قال الشاعر وحوية قبيا نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف بيت كان مثل أهانوي مهما أهانوي نحن أنك راضون رالبا نهي بما وحيبا رالكو نهي عندنا أكتر نذكو سنادي وأنت أذيعنا رادن رادبات كتاي بما وح عندك أكتاد كوسوان والرأي رأيجنا مختلف من إسخلافوي سيادبا كل حزب بما لديهم فرحون صباحا هاي إنك وح هاي ستان رالبان كونوا يدي أنا جنا وح هاي سن رالبان كون هاي ندولا لي هذا قبل يدي سوا حكم إذا إلهين مدوية كويشان أملينا أي كلها إلهين مدوية كويشان أملينا أي مر هذا ييلين مدو محمد نوك يعني مراد كم قليل إني سنها هيس كمودين والقط بشان هيس كه هيستين كلها وارك دوران برك واسيد يوكله نحن وأنجا خاضونا خبر كبير حتفل خاضن تطبق يا دليل أو تسيني ما غالبنا معها ويا كان هوري واحد لقى حد فوق كان طبق أو تسيا غالب معها كان هوري إلو تسيا كان طبق واحد لقى حد فيها غالبه نحن وأنجا خاضونا غالبا كنا هاي بما واحد عندنا أكتر نذا كسور وأنت أذيعنا راضٍ راضي بتكتها بما وح عندك أكتر كسوة والرأي رأيجنا مختلف من إسخلاف يوي محل شاهد كان نحن مبتدها خبر كبير حد فراضون وي التقدير وحوي نحن بما عندنا راضون ومثال حذف المبتدأ مبتدا حذف كمثال كوحوي أن يقال إن الوير هذا كيف السداب ويهي زيد ونكي زيدها فتقول واحد لا ده صحيح وفي وجه أي هو صحيح ابن عقيل كم مثال في عن ما أنا وإن شئت هذه أدونتنا صرحت واد موجيني بكل واحد متكستوا منهما مبتدأي خبر كمذا أو فقلت واحد لديه زيد عندك وهو صحيح ومثله قوله تعالى يا الله كمذا من عمل صالحا فلنفسي فهذه فأجزها قلاش يدوي مواضع دي الحذف أبضنا لما موضعات هذا هيسا من المسنف كابكوش يقول جواب مركز جواب السؤال المركز ويهي مبتدأها خبر كمبتدأها كيلو سؤال مو يكن كلا حذف غالب واجب معها كلا بعضنا فأجهز مركب وضب النعو كسد حادنا بعد القول وكا سيقولون ثلاثة رابعهم أيضا قرآن سماها
ثلاثة وخبر مبتدي بحذف هم ثلاثة وهالها وين شد على قول من عمل صالحا فلنفس فعمله لنفسه ومن أساء فعليها فإساءته عليها أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها أي كذا قيل وحالي وقد يحذف إلا حذف سورة وذا الجزآن لبدأ جزبة أعني وحنوجي ذا المبتدا والخبر للدلالة تصن عليه ما دشوض الاستوسيو كقوله تعالى والله إيا إسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله إن لم يحضنا قيل وحولي هاي آية دا مبتداها يا خبر كلا لبدا بواحد فيه هنا قولي رهدين لكن ما حد فرق متباجوغا مثال كلا فعنا وفي وشيك دونا والله إيا مبتدوي وانا اسم موصول يا إسنا أيا لغو سلينيا يا حزنا من المحيض من نسائكم فعدتهن مبتدوي ثلاثة أشهر وخبر جمله اسم وذاتنا مبتدي هو خبر كته والله الله إياه تا حق أطول والله إذا ضمبه ومبتدا لم يحضرنا جمله ذا لغو سليني ما حد فل سو حكوة ذا يعني قول ذا وحكوة ذا قول ذا وبشين هاي مصنف من عقيلك وبشين هاي وحكوة ذا مبتدا إيا خبر إنه حد فيه هاي وكي هوري ولمد يهيو والله لم يحضرنا فعدتهن ثلاثة أشهر وفي عدتهن هي ثلاث أشهر ومبتدئ خبره مبتديه ورينا خبر أن نقول لها أي أحد فنساسي قوضان لكن راجح ما هي مفردة أحد فن نحن نقول إياه والله لم يحضنا كذلك سلاسي لم يديهن انتزع أي مبتدئ خبر وإذا أحد فوحلو مثال كرا أزيد عندك النعم بعض لذا نعم تاسي مبتدئ خبر كي أحد فوانا حرف الجوابي فإذا كلا والله هو مبتدئ يا إسنا فعل قاسم ماضي بقى ما مضارع بقى محوي هاي يا كرو هذا يا هذا محاتري ها مركورات فيني مرهوسات فيني يا هذا أنا كل ماضي بس موافق دين مضارع ماشي يا لفظ عام مضارع عيا يعني لفظ يوم ما كهذا يعني معنى ما بكهذا يعني تفسير مجوني لا يأسنا ما أدنى وين نقول كرد مضارع نوين نقول لا بد فعل ما دقي سيء سبقها وفعله وفعل يأك جفن فعله وفعل يأك جفن يأس صحيح سماه وياهي فعله وفعل يأك جفن ولما شاهد كذي كم تهاي مضارع هذا وحقوق ماني يي إسو صحبت هاي ولا بيا وإسكو حيا هذا ما فائدة حرف العلة هدو يهلو عين ترى أي كسرونتو حرف العلة هو هدو يه حذف كواجب واي ووضع إلا حذفه يا هدو يه حذف كجائز واي واجب النغوان يو يي إسو يي إسو لما دوا الله كريا يي إسو ولا بدي يأي وذي جوغان يو يأذي فعل وفائدة كجرنا إلا حذفه ويا إسو لغوك يانو مرك يا إسو هدو يهي ونو نسوا أذل حديثو يا إسنا بوكو إيماني صحيح هدو ماضي هايو يا إسو هايو نو نسوا أذل حديثتنا يا إسنا سكو نوع بيو إيماني يعني. مرك ماضي مضارع لبضو الله قديه كرا كدنك يا يديك فكرين ويهي والله إيدو مركي يا إسنا قوستي ماضي هدال كدكتو أما يا إسنا قوسنا يي هدال حالي إسا مضارع هدال كدكتو من المحيط من نسائكم وكوكا أي فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف واللحث في المبتدا والخبر أي اللحث في وهو فعدتهن ثلاثة أشهر وي لدلالة ما شيء تسنتي قبله كوري عليه دشي ستسي وإنما حذف واللحث في لوقوعهما دعتانك وضع موقع مفرد بيدعين والظاهر وحوي أن المحذوف مفرد وي والتقدير والله إن لم يحضن كذلك وقوله والله إن لم يحضن معضوف وحل وعفي على والله إيه إسنا واركتنا إعراب كالواه يعني الجملة هذه لعثوا لقري لكن هذين الجملة لعثين أو والله إيه والله إيه هوري الوعثفو ده خبركو وحي محوها ثلاثة أشهر با خبر وذا النغوني تقدير أهانا والله إيه لم يحدنا ذا ويهريني معضوفا على والله إيه إسنا والأولى وحوي أن يمثل إن لم يثالي بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم
إذ تقدير وحوي النعم زيد قائم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك.